تعرضت لظرف مرض مؤلم جدا. يعني انا جالي شلل نصفي وكنت عامله عمليه كبيره في العمود الفقري، وحصل لي انتكاسه ان العمليه باظت ورجع تاني الغضروف، فحصل لي تصلب في العمود الفقري وشلل نصفي وكان عندي عصبين انتهوا. انا رحت لاكبر دكاتره في مصر وقالوا ان انا مش هينفع امشي تاني. بعد 6 شهور من الحالة دي اللي ممكن أكل فيها، بعد 6 شهور الرب عطاني شفاء، أحيا الأعصاب اللي ماتت. بشجع كل حد دلوقتي لو شكرا. عندك مرض آمن إن النصرة جاية وهتتحقق النصرة فيك. أمين. نشكرك شكرا جزيلا على اختبارك الجميل، كنا نحب إن احنا يعني حلو مشجع لينا جداً.